أعزائي وحبايبي وأصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح أصور لكم السوق الصيني في برلين. طبعا موجود السوق، هذا السوق عبارة عن سوق فيه شغلات من الهند، من تايوان، من اليابان، من الصين، وراح أصور لكم إياه. هذا هو إحنا نسميه أنا بألمانيا، هو اسم السوق الصيني، فبالمانيا برلين راح اصور لكم اياه. موجود بي كل شيء، وشغلات جدا رخيصة، يعني مرات رخيصة، مو دائما رخيصة. وبعد شوية راح نكون موجودين، خليكم ويانا وان شاء الله تعجبكم حلقة اليوم. تحياتي. طبعا اصدقائي مثل ما تشوفون الكمامه موجوده، وهنا كل الاشخاص يعني لابسين كمامات، ولا تخافون. طبعا هنا ماكو كورونا حاليا، هاي المواد الموجوده هي قبل كورونا جايبيها، وبعد كورونا ما راح يجيبون اي شيء، ما يصير. يعني الحكومه قالت لهم، هم كاتبين هالشيء، بس يخلص كورونا بعد ما يجيبون اي شيء. هاي السيارات اللي ورايا سيارات كبيره، راح ابدا اصور لكم اياها من الامام. هو صاير عباره عن كرفانات كبيره، يعني مثل الكرفانات كبيره، وبها كل شيء. يعني راح اصور لكم شويه من الكرفانات، وجهها دقيقه. جدا ضخم مثل ما تشوفون، هذا كله كرفان كبرى تقريبا، كلش ضخم، يعني ارتفاعه تقريبا 500-600 متر. هذا كرفان واحد من أصل كرفانات كلش كثيرة. أنا داخل إلى، بس ما أعرف، ما بعد شوية راح يسكرون كل شيء، يعني الوقت الجاي شوية متأخر. شوفوا هذا هنا ملابس، طبعا اشكالك هنا ملابس، محلات من موبايلات يبيعون شغلات، هنا موبايلات، صالونات.
مال حلاقة تاتو كل شيء، بس كل شيء رخيص. بس أنا لحد الآن ما دخلت محل من هاي المحلات، لأنه يعني مثلا شفنا كثير ايتها محلات ملابس نسائية، هذا ماد يعني مو صالونات بالجملة، هاي محلات مطاعم الصينية، هاي خاطرة هسه حاليا ما حيطبلها. هذه تجيبوها بالدول العربية، سيارات وكذا كلها تجي من هنا تقريبا مصدرها، ورخيصة يعني هاي بواحد يورو باثنين يورو بثلاثة يورو وكذا وكذا، شغلات كلش رخيصة ما يراد هالشي. كمامات اشكال الصين طبعا خب، بس اشوف شي قبل تصنعه 6000 قطعة كمامات وغيرها وغيرها، واحد شريد اكو كل شي. ساند اصور لكم مكان ورا مكان، اعذروني اذا كانت الكاميرا تتحرك، ما عندي يعني سبب اني اوقف الكاميرا، ستاند ما مشتري لذلك الكاميرا تتحرك، مو مشكلة. خلصت الواجهة الأولى، الآن راح أدخلكم للكرفان الثاني، هي عبارة عن كرفانات. الكرفان الثاني راح أراويكم إياه، هي كرفانات كثيرة وحلوة، فيها شغلات كثيرة ومنوعة. هاي الناس قاعدة تاكل هنا، مطعم صيني وإلى ما ذلك. هذا مثلا محل من محلات السجاد وإلى ما ذلك. هذا الموجود ببرلين، ببرلين بس يكتب اسمه، يكتب السنتر الصيني في برلين او الفيتنامي، فموجود. هاي الشغلات اللي صار بيها قلوبات كلها موجودة، اما هنا أنا اشكال موجودة هنا كل شي كلاش. بس هما شوية مزعوجين لانه ناس قليلة، شراء قليل، ما اعرف ليش، يعني مبين هيج ناس ما تشتري، يمكن على مود كورونا، والله ما اعرف شو مصادر. Ta-d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 a-
محل آسیاتیش صینی و یابانی محل جدا غریب بس مرات اشوف بی شغلات کلش یعنی عرفها و اشتریها شغلات حلوه واو هاي الفاكهة ب 17 أورو
17 أورو يعني 20,000 عراقي. واو. أصدقائي وحبايبي، أتمنى عجبتكم حلقة اليوم. طبعا الحلقة كانت يمكن قصيرة عليكم، لكن أتمنى عجبتكم. هذا هو السوبر ماركت الصيني سنتر اللي برلين موجود ألمانيا. وإذا أردتوا تزوروا بس تكتبون بالجوجل، إذا كنتوا بألمانيا تكتبون السنتر الصيني بألمانيا أو الفيتنامي الياباني تايلندي يطلع لكم بسرعة، أو تقدرون تفترون بيت تتونسون إن شاء الله. حبايبنا يعني تحياتي لكم وبوساتي، خليكم شوفوا شوية بعد هذا مطعم صيني. هاي المحلات مال هاي يجهزون المحلات مال أهل الصالون الجاهزة، يجهزون هاي المحل. يعني هذا محل مال الجملة. بعدين أصور لكم فيديوهات كاملة لكل هؤلاء، لكل هذول. هم هذول مثل محلات جملة يعني تقريبا، كل قطع كثيرة 1,000 و2,000 و5,000 و6,000، بس إذا تشتري أكيد قطعة واحدة عادي، ملازم بالألوف. موسيقى حلوة، ملاعيب مال جهال وأطفال وكبار وصغار. يلا حبايبي، أتمنى تعجبكم حلقة اليوم، كانت حلقة ممتعة على ما أعتقد وأتمنى ذلك. بساتي لكم جميعا، كان معكم مصطفى العراقي من ألمانيا برلين. مع السلامة.